أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم الليلة في موسمه الثالث. إن شاء الله تكون ليلة سعيدة من ليالي ألف ليلة وليلة، كيف لا ومعي ضيوف مبدعين وفرقة موسيقية متألقة. دعونا نبدأ على بركة الله بوصلة فنية لعلكم تتعرفون على نجوم.
ذات الملعنة ساكن بعيد ساكن أنا يوم قابلتك في ليلة العيد في ليلة ذات الملعنة ساكن بعيد ساكن وعدوني وصوفك خلوني أهواك تبعد علي والله وعدوني وصوفك خلوني أهواك تبعد علي مرادي وعدوني وصوفك خلوني أهواك تبعد علي والله وعدوني وصوفك خلوني أهواك تبعد علي مرادي الله 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 على هذا الشجن وهذا الصوت الجميل. أعزائي المشاهدين دعونا نتعرف على ضيوف حلقة اليوم. معي الفنان ذو الحنجرة ما شاء الله الذهبية دعونا نقول من عائلة فنية تماما الأب والأبناء ما شاء الله. معايا الفنان محمد حمدون أهلا بك. أهلا بك. الله يعطيك العافية من العايدين. العايدين كل عام طيب. كذلك معايا الفنان الثاني نجم من نجوم هذه الليلة معايا ومعاكم الفنان نايف بن بخيت. اهلا بك نايف. حياك الله. يا وسهلا عليك. ومن العايدين. العايدين ان شاء الله. الله يعطيكم العافية. الليلة ليلة طربية يعني باقتدار دعونا نقول كيف لا ومعي الضيوف جدا مبدعين. ابدا بضيفي الاول محمد. محمد عرفت قبل الحلقة ونحن نعد انك كنت مغترب ولك في البلاد قرابة السنتين الآن. حدثنا عن قصة الفن في المهجر. والله بداية الفن كان طبعا في البلاد هنا وبعد كذا اغتربنا إلى المملكة. اغتربت في سن مبكر يعني قبل فترة يعني طويلة؟ يمكن في التسعينات كذا. وكملنا مرحلة الفن طبعا هناك في المملكة العربية السعودية وتنقلنا في مناطقها طبعا عندك الرياض جدة الدمام والدمام برضه. أيوه. طيب هناك في المملكة العربية السعودية عزب للحضارم يعني مشهورة جدا حدثنا عنها بشكل مفصل. والله هي في عدة عزب طبعا بس فيه اللي هي العزبة المشهورة طبعا عزبة بيحة. نعم. اللي في جدة منطقة جدة طبعا. هذه العزبة طبعا هي غنية عن التعريف صراحة وأهل طرب وأهل فن. أهل سلاء. أهل سلاء. وطبعا أي واحد أي فنان يطلع من حضرموت لازم يدخل هذه العزبة. العزبة. ويطرب. كل الفنانين تقريبا كلهم يعني كل الفنانين الفنانين معظم الفنانين كلهم والشباب الناشئين كلهم طربوا في هذه العزبة. يعني عزبة ما شاء الله. من مؤسسها؟ والله مؤسسها هو في الأصل يعني الجبران يعني هم اللي هم المؤسسين طبعا عندهم إمكانيات طبعا هم ماديا ومرتاحين يعني مرتاحين ماديا عشان يقومون أيوة في هذه فأسسوا هذه العزبة والفضل يعود لهم ويعود لأصحاب شبام كلهم يعني أصحاب شبام كلهم أصحاب طبعا أهل دائما الفن دائما متألقين ما شاء الله. أيوة. الله يعطيهم العافية ويعطيك العافية. أنت قل عزيزي نايف حياك الله. الله يعطيك العافية. حدثنا عن بداياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مساكم الله بالخير جميع كل عام وأنتم بخير إن شاء الله ونعم عليكم وعلى الأمة الإسلامية في خير إن شاء الله. آمين يا رب. بادي ذي بدا نتقدم شكر جزيل لقناة حضرموت الفضائية على استضافتنا هذه بالحلقة وإن شاء الله تكون هذه الحلقة بداية الحلقات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وبدايتي كانت من أيام الدراسة في الجامعة. درست جامعة تخصص؟ أيوة. تخصص إيش؟ حقوق. حقوق. في عدلة. وكانت في مشاركات هناك في أسبوع الطالب الجامعي. نها مسابقات. يعني مشاركات في أسبوع الطالب الجامعي كل سنة يسوون مسابقات كذا. مشاركات حفلات كذا في. سويها داخل الجامعة. داخل الجامعة. جميل. ومنها داخل السكن الجامعي. ومنها بريت مشواري. وكانت مشوار وبعدين وصلت مشوار مع الفرقة أصحابنا هذولا ولا أنسى طبعا الفضل اللي كان للسادي القدير أبو هايل الله يرحمه ناصر النقيب الله يرحمه كانت هذا برضه له فضل كبير علي يعني في ظهوري الساحة الفنية. جميل.
وكانت معي مشاركات معه في حفلات. طيب ايش القالب الفني المحبب لك؟ ايش دائم تحب تغني؟ والله كل احب الالوان كلها، بس احب اكثر شيء الالوان الشرحيه هذه. تحب الشرح؟ يعني الاغاني الخفيفه هذه. جميل. وبرضه الشعري برضه. جميل. قليل. دعونا ننتقل الى فقره التحدي من الفقره الاولى في برنامجنا لهذه الليله مع مراد. مع الاخ مراد بيعزف لكم مقطوعه بسيطه من اغنيه مشهوره طبعا، اللي يعني يعرفها الاول هو بيكون الفايز في هذا التحدي. تفضل يا اخ مراد. غن منها كوبليه بسيط جدا. يا طير يا ماوي الى عيشك كلي متى تبغي انا عيشي مليتها هذه العيشه قلبي من الفرقه. الله الله على هذا الصوت الجميل، اشكرك يا مراد. ممكن بشكل سريع كوبليه اخر لأغنية مشهورة برضو؟ غالي 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 وذكرك دايما. عرفت يا نايف؟ محفظك ما تحفظه، شك محمد بيفوز عليك في الجولة هذه. تفضل يا محمد غنى حنا كوبليه بسيط منها. غالي 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 يا محبوب والله غالي 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 وذكرك دايما على بالي غالي غالي يا محبوب والله غالي 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 يا محبوب والله غالي. ايش الابداع هذا؟ شكرا يا محمد، الله يعطيك العافيه، لكن ان شاء الله نايف بيعوض خسارته في الفقره الجايه. وكان شيء معروفه بس افضل شيء. افضل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نخرج الى هذا الفاصل ثم نعود. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين ومعي النجمان محمد حمدون ونايف بن بخيت. نايف، عرفت أنك تلحن أغاني، قل لي متى بدأت التلحين ويعني مراحله، كيف تلحن؟ والله بدأت لحن في الحفلات، يعني يبون لك الزواج يبون لك أغنية حق معرس لحنها هذه. بعض اغاني تلحنها بعض اغاني ما تلحن، يعني تحصل لك كلام ارتجالي هكذا، ما هو منظم له على القافيه له على الوزن له على، لازم يكون متناسق. هذه المشكله واجهتك يعني في ضروري في مساله التلحين. الكلمات بعض كلام ما شاء الله الناس يبونه، يعني ملحن نص كلام ملحن مع يحتاج تلحين. ملحن كذا. وبعضه تحصل له كلام لفلف شيء منه وشيء منه يجيب لك اياه ويقول لك خذ غنها على كيف انت. اها، يعني هذه مشكله كبيره. أيوة تواجهكم في التلحين. طيب ما تجي على الزمن حق اللي قاعد تحصلها تختلف. مش اي شخص يجي و اي مو هو اي واحد بكلام يقول لك يعني تمشي على قافيه. شوف ما هو اي كلام يغنى ولا اي شعر يغنى، في كلام ينثر وفي كلام يغنى شعر، يعني ما هو اي كلام تعطي قصيده يقول غنى، لا في كلام يعني ما شاء الله تحصل اشعار ولا كلام منسق يعني. طيب لك طقوس معينه في التلحين يعني
لا 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 يعني تجلس كذا لحالك كذا بس تسمع. شوف لما كان بيجي على لحن أغنية كذا معروفة للناس عندها طلع عليها ما يجي عليها تحاول انك تقرب من ألحان قريبة لأن يعني. تجيبونك في أثناء يعني مثلا مع العشاء كذا يقول لك يقول غني الأغنية هذه يعني في وقت جدا ضيق يعني وأحيانا على المسرح أوه يحرجونك جدا إحراج هذا جدا إحراج هذا موقف جدا محرج بعض الأغاني اللي نحصل نقارب لحن معين على الأغنية نشلها معهم تضبط وتمشون الليلة ما تقدر يعني جميل لا كلام فيها من السقوية دعني أنتقل لمحمد لأناقش معه يعني شيء الفنانين الآن يعني ما شاء الله كثير جدا وبحكم أنه بحكم أنك يا محمد يعني اغتربت في المملكة العربية السعودية واحتكيت بفنانين كثر خاصة في العزب كما ناقشنا في بداية الحلقة إيش يميز الفنان؟ الآن يعني كثير من الشباب يطلع يقول لك أنا فنان يعني أي واحد يصل لما يعني مرحلة معينة ينفع يطلق عليه فنان أو لا؟ والله شوف اللي يميز الفنان أولا تواضعه ومن ثم طبعا أداه واختياره في الأغاني لها دور كبير الاختيار ليش؟ والله في أغاني محبوبة عند الجمهور متكررة هي متكررة وقديمة بس ما تمثل لها بس لها رونقها لها, لها رونقها ما طول عليكم نبدأ في التحدي التحدي خلونا نقول هذا صندوق الفن أو قارورة الفن في هذه الأوراق أسماء فنانين ورقة للأخ محمد ورقة للأخ نايف تمام اللي يجي اسم الفنان يغني لنا كوبليه بسيط جدا بيت بيتين لأغنية من أغاني تمام مفهومة؟ تمام ببدأ بالأخ محمد الله أبو بكر سالم بالفقيه ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا ما يقولوا عننا ما يقولوا ما يقولوا عننا مهما يقولوا انتهينا عاد نحن الا بدينا انتهينا عاد نحن الا بدينا الله عليك الله عليك انت قل نايف ان شاء الله جي واحد معروف كذا محمد مرشد ناجي تعرف له؟ شي حد غيرك ننتقل لمحمد شكلك بتخسر التحدي الثاني يا نايف جيب الناس معروفين جانب بلقيس بلقيس أحمد فتحي الله بيهزمك يا ساكن في المكلا إلا وإلا يا ساكن في المكلا إلا وإلا في فن الحضارة بنغني دان في فن الحضارة بنغني دان ودانا دان لدانا دانا لدانا في فن الحضارة بنغني دان في فن الحضارة بنغني دان جدا جميل ننتقل إلى نايف فرصتك الأخيرة تعدل الوضع ولا غير واحد ثاني الورق هي اللي تحكم بيننا حسين الجسمي والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك لا ولا يسوى حياتي بهالوجود مش مشكلة بس جميل جدا صوتك كان رائع
أعزائي المشاهدين، ختام هذه الفقرة الثانية الجميلة بهذا الصوت الشجي الجميل. فاصل وبعده نواصل. عدنا لكم أعزائنا المشاهدين وفي ختام حلقتنا هذه الفقرة كما عودناكم الأسئلة المباشرة والإجابة عليها بشكل سريع ومباشر وبكل صراحة. نبدأ بالأخ محمد ثم ننتقل للأخ نايف بشكل سريع، كلمة كلمتين ثلاث كلمات بالكبير. تمام، نبدأ؟ تمام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش درست؟ معهد تجاري. معهد تجاري. ايش سر شغفك لمجال الفن؟ هواية عندي. هواية. هل تعتبر نفسك مشهور؟ لا. ايش رايك بالناس اللي يقولوا الفن لم يضف الى المجتمع شيء؟ لا، اضاف يعني. اضاف الى الكثير. ايش هدفك من عملك الفني؟ والله الشهرة والتواصل في مجال الفن. في مجال الفن. عمل ندمت عليه وبكل صراحة؟ ماشي. متأكد؟ متأكد. تمام. إيش أكبر صعوبة يواجهها الفنانين في مجال عملهم؟ والله أكثر صعوبة بسرعة 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 يحول السؤال لك، إيش الصعوبة اللي واجهها الفنانين في مجال العمل؟ يعني زي ما بقول لك يعني. طيب السؤال اللي بعده، اذا معك رحله سفر الان وقالوا لك خذ فنان مشهور معك، من بتاخذ فنان او يعني شخصيه محببه لك من الحاضرين ولا من يعني؟ اسبح توك. رايد قاتي. اوه موجود معنا في الفرقة الموسيقية، نوجه له أكبر تحية. أجمل صفة في شخصيتك؟ تواضع. تواضع. أقسى نقد سمعته يا نايف؟ لاذع. لك واحد يقول فنان فاشل. فاشل. اللي يقول يعني أقولي برأي يعني بس. تمام. كلين يعبر عن رأيه. من أقرب لذائقتك الفنية محمد؟ أبو بكر سالم. بكر سالم. الله. خبر تتمناه يذاع في نشرة الأخبار بسرعة؟ أخبار زي إيش يعني؟ بسرعة. تتمنى ينتشر في نشرة الأخبار، بغيت بتسمعه وبتشوفه في نشرة الأخبار بسرعة. ماشي. يحول السؤال لعندك يا محمد. والله نتمنى أن الوضع يكون يعني يتحسن الوضع إن شاء الله، في نظرا إلى الأزمة اللي احنا عايشين فيها. إن شاء الله تتفرج على يمننا الحبيب وتتفرج على كل الأمة العربية والإسلامية. طموحك الأكبر؟ أكون فنان مشهور يعني. آخر كتاب قرأته يا نايف؟ القرآن. مواقع التواصل الاجتماعي أخ محمد أضافت لك أم لا في مجالك الفني؟ السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي أضافت لك في مجالك أو لا؟ أضافت. أول ما تصحى من النوم إيش تعمل؟ أذكر الله. لا إله إلا الله. أكثر شخصية تعتبرها مبدعة على مستوى اليمن؟ برضه أبو بكر سالم. أبو بكر سالم الله يرحمه. الله يرحمه. أسوأ صفة في المرأة؟ ها دخل فنزيد. سؤال عام، سؤال عام. أسوأ صفة في المرأة بشكل سريع يعني. محمد اسمع كلام في السؤال. ما يسمعني الكلام. بعض العصيات. أخ محمد السؤال ده موجه لك برضو، إيش أسوأ صفة في المرأة؟ أسوأ صفة. الزعل. الزعل.
يزعلن بسرعة. يزعلن بسرعة. تحية لكل نساء اليمن في هذه الفقرة. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقة الليلة مع نجوم الليلة في برنامج نجوم الليلة ومع الفرقة الموسيقية. أقدم لكم أجل التحايا والشكر. نختم هذه الحلقة بوصلة فنية مع الأخ نايف بن بخيت يختم بها الحلقة ويختم بها ليلتنا السعيدة والجميلة. دمتم في أمان الله أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء قادم قريب بإذن المولى. في أمان الله. عيدي معك في أحسن الأعياد، طابت بطيبة عندك أعيادي. يا مصطفى يا سيد الأسياد، وجميع أهل البيت تسيادي. عيدي معك في أحسن الأعياد، طابت بطيبة عندك أعيادي. يا مصطفى يا سيد الأسياد، وجميع أهل البيت سيادي. نسري بهم في الليل السودا سودا، عدنا إلى طيبة عسادة. نسري بهم في الليل السودا سودا، عدنا إلى طيبة عسادة. زاد يا بخت من زاده كما زادي. لا حسب ندمت ولا أوراد، يا خاتمة حسبي أورادي. جيتك بحبي وهو نعم الزاد، يا بخت من زاده كما زادي. لا حسب قدمت ولا أوراد، يا خاتمة حزبي وأورادي. وانت دواء كنا نفس مارودة مارودة. وانت دواء كنا نفس مارودة مارودة، بدنا إلى طيبة عسى عودة. واعطف على أولادي، وانظر إلى من عادهم بسعاد، إسعادهم من ضمن إسعادي. جيتك ببعض الأهل والأولاد، فانظر إلي واعطف على أولادي. وانظر إلى من عادهم بسعاد، إسعادهم من ضمن إسعادي. هيا لهم أيام مسعودة مسعودة، هيا لهم أيام مسعودة مسعودة، وتايلا طيبة عسعودة.
صوت بطيبة عندك أعيادي يا مصطفى يا سيد الأسياد وجميع أهل البيت تسيادي عيدي معك في أحسن الأعياد طابت بطيبة عندك أعيادي يا مصطفى يا سيد الأسياد وجميع أهل البيت سيادي نسري بهم في الليلة السودة سودة نسري بهم في الليلة السودة سودة عدنا إلى طيبة عسادة عدنا إلى طيبة عدنا إلى طيبة عسادة عدنا إلى طيبة عسادة.